مثلا مفتش املاك. احنا المفروض ان احنا واقفين هنا عشان الوضع في الاوقاف بقى لا يحتمل من ناحيه الفساد. اظن مصر كلها عارفه الاوقاف بيتم فيها سرقه املاكها ازاي والموضوع ماشي ازاي, يعني ان ما فيش اي كرامه لاي ارض للاوقاف. اللي بيعرف ان دي ارض اوقاف بيسرقها او خلافه. لكن الوقفه الاساسيه بسبب ان الاداره ادتنا وعود ان الاحوال دي كلها هتتصلح في وقفتنا اللي فاتت, كانت يوم 25/10 اللي فات, دون عود بهيكله الاجور بتاعه الموظفين واصلاح وضعهم في الشارع كمفتشين او كناس بتحافظ على اراضي الاوقاف واستثماراتها. لكن اكتشفنا خلال الشهور دي ان احنا بنعمل اللي علينا, والاداره كل اللي عملته ان هي ادتنا وعود عشان نمشي المره اللي فاتت. فرجعنا مكاننا تاني عشان نقول لهم اللي انتوا يعني الوعود الزائفه والكلام ده ما عادش هينفع. لازم حد يجي يشوف الهيئه دي جهه رقابيه تجيب المواضيع اللي جوه وتنحي كل واحد ضيع حق الاوقاف السنين اللي فاتوا, لدرجه ان مفيش اراضي للاوقاف مش متعدى عليها. بكلمك في 128,000 فدان زراعي مش عارفين نلم ايجارهم. معاك احمد فزوره من مصر التاهليه او منطقه التاهليه من الاوقاف. طبعا احنا بالنسبه لنا دلوقتي بالنسبه لو قررت لنا باي هيئه استثماريه ثانيه المرتبات عندنا متدنيه للاوقاف. مفيش مرتبات بالنسبه للموظفين, دي حاجه. ده بيترتب ده جاي منين بقى؟ لان اولا الجزء اللي الهيئه بتاخده قليل جدا من بنسبه التحصيل اللي انا حصلت مع زير عدد الموظفين. والمطالب بتاعتنا يتم فصل الهيئه عن الوزاره, يتم فصل الهيئه عن الوزاره, ده الاهم عشان اعرف ادير الهيئه هنا بمشاريعها بالاراضي الزراعيه بتاعتها بالعقارات اللي موجوده بتاعتها. انا جاي في كيس بياخد معاه كيس جاي هنا هو يسترزق وياخد في الشهر 100,000 جنيه, مش عايز يمضي ورقه تمشي حال الهيئه. هو جاي من الجيش